السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ان شاء الله جبتكم وصفه رائعه تاع لي كروكيت دو بولي اي بوم دو تير، دي كروكيت تاع الدجاج والبطاطا من اروع ما يكون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. حاجه الاولى اللي بديت بها، وجدت المقادير تاعي ووجدت تاني الدجاج تاعي، طيبته في مرقه بيضاء، درت له الملح، فلفل كحل، حبه بصل مرابيا، قليته مليح، زدت له تانيك لي بيس تاع البولي باش يعطيني بنه اكثر واكثر، وزدت له ورقه تاع الرند وزعتره، ومرقت عليه بالماء سخون وخليته يطيب. بعد ما طاب هاوليك قدامكم. ودان اوتر كوتي اوسي جي بريباري لا بوم دو تير تاعي، قطعتها دي بتي دي وخليتها تغلي، انا حنستعملها وهي سخونه. فوالا لهنايا حنبدا نفت في الدجاج تاعي ونقول لكم المقادير اللي نسحقوهم. لهنايا سحقت لا شابلور، عندي زوج حبات بيض خلطتهم مع شويه حليب والملح وفلفل كحل ولي بيس تاع البولي، وعندي دو لا فارين هادو كاع بور لا دورور، وعندي المعدنوس اي دو فرماج شيدار، انا جلي رابي لهنايا باش يجيني ساهل. نتوما تقدروا ديروا دو فرماج فري، تقدروا ديروا دو فرماج بلون كيما تحبوا، دو فرماج تاني كومبورسيون كيما تحبوا، الفرماج اللي يكون عندكم في الدار تقدروا تستعملوه. لهنا بديت نفتت البولي تاعي كيما راكم تلاحظوا، راني نفتح فيه، راني نفتت في لو بلون دو بولي تاعي بهاد الطريقه، وكان سخون شويه دونك استعملت لي فورشيت. ولهنايا لا بوم دو تير تاعي هاي اللي راهي قدامكم، بعد ما غليتها بالماء والملح سي تو سكو جي في، وخليتها وهي سخونه، نحيتها قطرتها مليح من هذاك الماء تاعها، راني نحط عليها لو بلون دو بولي تاعي كيما راكم تلاحظوا. يعني هذه الوصفه سهله، تقدروا ديروا ميم هذه لافارس، تقدروا ميم ديروها تخلوها ديروها صباح، سورتو او جاي رمضان يدخل علينا بربح ان شاء الله، او جاي رمضان دونك تقدروا ديروها صباح، ومع العشيه ديروا غير لا دور وتقلوهم. كما راكم تشوفوا استعملت لا فورشيت لهنايا، وراني نسي نطبز في هذيك لا بوم دو تير تاعي باش ناجحها اون بيوري، وخلطت معها الدجاج بيان سور هذاك اللي فتتو، ونحط عليها دو كويير تاع لا فارين باش هكذا لابسورب كاع داك الماء، كاع داك الماء اللي كان يغلي فيها. لهنايا اوسي حطيت لو فرماج تاعي ونزيد له المعدنوس، ونزيد اوسي زوج مغارف تاع البيض تاعي اللي وجدته بور لا بانيور. لهنا حنحط المعدنوس تاعي ونقعد نطبص. يعني هادو لي كروكيت ساهلين وبنان، وش نقول لكم كيما راكم تلاحظوا لا بوم دو تير لازم تكون سخونه باش هكذا اون بو لا مانيبيولي. لهنا حنحط المعدنوس، ولهنايا واش حنزيد؟ راح نزيد الفلفل الكحل، باش يعطيني البنه كتر. نتوما تقدروا ديروا كمون، مي انا ما نحبش الكمون في هادو لي كروكيت. وحندير لي بيس تاع البولي تاع دوكرو، إلي بون يعجبني دونك نستعملو في كل وصفات تفاصيل. ونقعد نكمل العملية تاعي بلا فورشيت، وانا نطبس في هاديك لا بوم دو تير بهاد الطريقة. يعني هاد تقدو ميم هادي لافارس لي راكم تشوفو فيها، هادي لافارس تقدو ديروها دو لا ميم فاصون، بك دي بتيت بول هكدا، وديرو مرقة بيضاء الله الله بالدجاج والحميصة ايتو، وتقدموها كطبق رئيسي. واش نقولكم، تجي بنه على بنه. لهنايا حندير دي بودوار كيما راكم تلاحظوا بيديا القلوب الضعيفه. واش نقولكم، انا نستعمل يدي في هذا الشيء، جو ميكسكوز بور سا، مي يا با ميو كو لي مان. راح نحطهم لهنايا هذوك لي بودوار، راح نشكل بثلاثه. اذا كانت تلصق لكم هذه لا فارس، اذا كانت تلصق لكم في يدكم تقدروا تشمخوا بك شويه يديكم، يفو جوست مويي لي ما
هكذا باش تقدروا تستعملوها وتشلكم وتشكلوا لي بودوار تاعكم بأسهل طريقة. انا درتهم كبار باسكو راح نحطهم اوطون كا كونبانيومون. فوالا انتما لا فورم اللي حبيتوها تقدروا تستعملوها. الوغ نحطهم في لافارين، نرمدهم بلافارين ومن بعد نحطهم في البيض ومن بعد نحطهم في لاشابلور ونحطهم دو كوتي. كي نكمل هاد كاع هاد الكميه واش راح ندير؟ راح نحطهم ديريكتومون في الفريغو باش هكذا يشدوا روحتيهم، وكل ما يقعدوا في الفريغو كل ما يكونوا خير وخير، وميم طون باش ما يتفتح ما تتفتحناش لا كروكيت تاعنا دو بولي اي دو بوم دو تير ما تتفتحش في لا بوال تاعنا بهذه الطريقه. نستفهم نكمل هاد الكميه هاملك لهنا، ندخلهم ديريكتومون للفريكو. لهنايا حنستعمل اون اوتر فورم وهي سي كوم دي غاليت. بهاد الطريقة نشكل لا غاليت تاعي ونحطها في لافارين ومن بعد نحطها في البيض ومن بعد نحطها ديريكتومون في لاشابلور. اي اونتر طون هادوك لي بودوار تاعنا تاع لي كروكيت تاعنا راهم في الفريغو راهم يريحوا. ولهنا مانيش حنستعمل كاع هاد الكميه باسكو انا درت فطور وعشاء، هادو غير الفطور، ومع العشيه ان شاء الله راح نديرهم بالميقه بيضه ويجو ام بلا رئيسي خفيف ظريف. واش نقولكم؟ تري بون اي تري فاسيل افير. يعني هادو لي كروكات حنستعملهم انايا دو زونا. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه، على بال بلي كتسيوها على بال بلي راحين تحبوها باسكو الي فاسيل اي تري بون اوسي. ما تنساوش التطبيقات تاعكم، ابعثوهم لي في الجروب فيسبوك تاعي هو شهرزاد كويزين شهرزاد، اي مون انستغرام سي شهرزاد اون كويزين. مرحبا بكم للجميع. لهنايا نكمل كاع الكميه تاعي. اي بيان سور ما تنساوش تبارطاجيو هذه لا فيديو باش هكذا مع اصحابكم وعائلتكم، باش هكذا افاد العائله تاعكم، باش هكذا يعمو لتعم الفائده. اي ما تنساوش aussi لو بوس تاع جيم اذا عجبتكم لا فيديو واذا عجبتكم الوصفه، هكذا باش دعموني اكثر واكثر ونجيب لكم سورتو de bonnes recettes très faciles à faire qui m'a ma fa n'a pas hélco. Alors هادو تاني راح ندخلهم داخل الفريغو كاش هكداك 10 مينوت هكداك 15 مينوت. هادي لا فارس راح نخليها للعشيه ان شاء الله. فوالا، ولهنا حنوري لكم كيفاش شدوا روحتيهم هادوك لي بودور اللي درناهم من قبل. انا خليتهم لهنايا قيس 10 مينوت هكداك 10 مينوت في الفريغو باش يدور وحتيهم، وبديت نقلي فيهم. بديت نقلي فيهم على النار متوسطه، نقصوا النار تاعكم ما تكونش هاديه بزاف وما تكونش قويه بزاف باش هكذا يطيبوا لكم بيان ويطيبوا لكم دوغي. وشوفوا ما تفتحوا ما والوش، دور وحتيهم بيان. واش نقول لكم؟ اي سون تري بون اي تري فاسيل ا فير نورمالمون. راكم شفتوا الوصفه خفيفه ظريفه، هذه تلقاوها باذن الله لرمضان ان شاء الله. وش نقول لكم؟ ما تنساوش تدعموني بجام. اي فوالا الريزولتا تاع لي كروكات تاعنا، انا قدمتهم لهنا باريكو فير سوتي دونك وشويه درتهم شويه كاتشوب شويه مايونيز وهم ليك من الداخل. راني فتحتهم لهنايا، شوفوا القوام تاعهم، شوفوا لا بانيور تاعهم تجي شابه تجي شاده روحها، وما تفتحوناش في لابوال كيما شفتوا. واذا عجبتكم لا فيديو خلوا لي ان بوست تاع جيم. وش نقولكم؟ الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله من مطبخ شهرزاد.